بسم الله الرحمن الرحيم. نقل مباراة كرة الطائرة ما بين نادي بتروجيت والنادي الأهلي على صالة النادي الأهلي، صالة أمير عبد الله الفيصل، في ختام مباريات الدور الأول التمهيدي لدوري المرتبط. طبعا زي ما حضراتكم عارفين إن النادي الأهلي كسبان كل مبارياته اللي فاتت بنتيجة 3-0، ونادي بتروجيت تعرض لهزيمة المباراة اللي فاتت غير متوقعة من نادي الترسانة بنتيجة 3-1. فطبعا نادي بتروجيت جاي النهارده عشان عايز يعوض الخساره المباراه اللي فاتت، بس ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي باذن الله النهارده ان هو يؤدي مباراه كويسه جدا تليق باسم النادي الاهلي ونفوز ان شاء الله بنتيجه 3-0. زي ما حضراتكم عارفين طبعا ان المدير الفني للنادي الاهلي كابتن محمد مصلحي، المدير الفني كابتن تامر مجدي مدرب عام، كابتن محمود جمعه مدرب، كابتن خالد ابو زينه مدير الاداري، دكتور ايهاب فخر الدين طبيب، دكتور سامح ظلام علاج طبيعي، دكتور حسن عبد المجيد مخطط احمال، احمد سعيد محلل تقني، حسام مدلك، احمد رشاد مهمات. اما بالنسبه لنادي بتروجيت، المدير الفني كابتن محمد اللقاني، مدرب عام كابتن اسلام عثمان، كابتن محمد عبد المنعم مدرب مساعد، كابتن اشرف عبد العال مدرب مساعد، محمد شاوي المدير الاداري، عمر خليفه اداري الفريق، عبد البحراوي محلل تقني، دكتور شهاب مشالي طبيب الفريق، دكتور احمد سامي اخصائي علاج طبيعي، دكتور سامح نور الدين اخصائي علاج طبيعي. طبعا النادي الاهلي السنه دي عمل تدعيمات قويه جدا للموسم بتاعه بانتداب اللاعب احمد عزب لاعب مركز اربعه من نادي بتروجيت، واللاعب لويجي لاعب ايطالي لاعب مركز اربعه من الدوري الايطالي، والليبرو لوانديز من كوبا ليبرو منتخب الكوبي. اما نادي بتروجيت فعنده لعيبه كتيره قوي بتلعب في ناشئين، وعنده لعيبه كتيره معاره من النادي الاهلي زي مروان الصافي وحماده عثمان لعيبه ناشئين، فطبعا هيكون عندهم دافع كبير جدا ان هم يثبتوا للكابتن محمد مصلحي والنادي الاهلي ان هم قادرين بان هم يرجعوا النادي الاهلي تاني وان هم يشرفوا النادي الاهلي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين صوره تذكاريه للفريق قبل بدايه المباراه. طبعا السنه دي اول موسم يتم اضافه دوري المرتبط ما بين الفريق الاول وفريق 15 سنه، بتبقى المباريات طبعا الفريق ال 15 سنه قبل الفريق الاول مبارياته، وطبعا بيتم احتساب مباريات الفريق المرتبط للفريق الدرجه الاولى في مباريات الادوار المتبقيه. زي ما حضراتكم شايفين خلاص دقائق بسيطه ويتم بدايه المباراه. طبعا مفيش تواجد جماهيري في الملاعب، نتمنى طبعا عودة الجماهير مرة تانية. زي ما حضراتكم شايفين طبعا القوام الرئيسي للفريق النادي الاهلي عبد الله عبد السلام، احمد صلاح، عبد الرحمن سعودي، عبد الحليم عبو، احمد سعيد. طبعا لسه مش عارفين التشكيل كابتن محمد مصلح هيبدا بمين، بس اكيد هيبدا بالقوة الضاربة للفريق، تمثل طبعا في عبد الله عبد السلام واحمد صلاح واحمد سعيد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل. طبعا الفريقين واقفين على خط النهايه لبدايه المباراه. نادي بتروجيت طبعا من الانديه القويه جدا والانديه اللي دايما بتنافس على المراكز المتقدمه في الدوري، والسنه دي طبعا قدروا ان هم يجيبوا اثنين لعيبه محترفين زي اللعيب اكزو لعيب مركز ثلاثه قادم من نادي الجيش لعيب مركز ثلاثه ويتميز بالطول القامه والضرب الاعلى الضرب الساحق، واللاعب كليفن. فنتمنى ان احنا نشوف مباراه تليق باسم النادي الاهلي طبعا ونادي بتروجيت. دقايق بسيطه وهتبدا المباراه. طبعا كابتن محمد مصلح يعينه طبعا ان هو يكون بيجهز اللعيبه كلها للمباريات المتقدمه من الدوري، ان لسه طبعا الموسم طويل جدا وده يعتبر اول احتكاك قوي للنادي الاهلي مع نادي بتروجيت. فزي ما شفنا اللعيبه في الملعب، طبعا عبد الله عبد السلام صانع العاب في الملعب، احمد صلاح لعيب مركز اثنين، الليبرو لواندر لاول مره يشارك بعد وصول البطاقه الدوليه ليه في الملعب، واللعيب لويجي لعيب مركز اربعه لعيب مركز اربعه الايطالي، وعبد الرحمن الحسيني اللي كان متالق السنه اللي فاتت طبعا، عبد الحليم عبو ومحمد عادل في الملعب. اما بالنسبه لنادي بتروجيت، باسل مصطفى طبعا الليبرو من ناشئين النادي الاهلي، محمد خطاب لعيب مركز اثنين، مروان عاطف لعيب مركز أربعة. دقايق وهتنطلق المباراة. اللاعب عمر الشريف من ناشئين النادي الأهلي لاعب مركز ثلاثة، واللاعب كليفن
المحترف الوافد الجديد لنادي بتروجيت، وطبعا صانع الالعاب احمد اللقاني نجل كابتن محمد اللقاني. كابتن محمد اللقاني مدرب منتخب مصر السابق ودرب على العديد من الانديه في الخليج، ومدرب نادي الزمالك السابق. طبعا اللعيبه على اتم الاستعداد لبدء المباراه، ونتمنى ان شاء الله نشوف فريق النادي الاهلي في اتمل الاستعداد للمباراه. طبعا المباراة هتبدأ حالا، والإرسال مع النادي الأهلي. طبعا الحكام الراية بتظبط الملعب والأنتنة لبدء المباراة، والإرسال مع أحمد صلاح القوة الضاربة في النادي الأهلي ولاعب مركز 2. طبعا زي ما حضراتكم شايفين احمد صلاح على الارسال، يتميز طبعا احمد صلاح بالارسال الساحق والارسالات القويه جدا، ولاعب منتخب مصر وحقق العديد من الالقاب الفرديه والجماعيه لمنتخب مصر، هو اسطوره النادي الاهلي ومنتخب مصر. احمد صلاح على الارسال وعلى قمه الاستعداد وقمه التركيز. ارسال من احمد صلاح، ارسال موجه على اللاعب المحترف رافع اعداد في مركز 4، ولكن بره الملعب من مروان عاطف، تصبح النتيجه 1-0 للنادي الاهلي. طبعا احمد صلاح لما بدا الارسال، بدا الارسال موجه على اللاعب المحترف كليفن. ارسال تاني مع احمد صلاح، طبعا احمد صلاح يمتاز بالريتم السريع والارسال القوي. ارسال من احمد صلاح، ارسال موجه مركز 6، اعداد رافع في مركز 4، وكرة على التاتش بلوك حلوة قوي من مروان عاطف، تاتش بلوك، وتصبح نتيجة 1-1. والارسال مع احمد اللقاني صانع العاب نادي بتروجيت، كرة حلوة قوي مضروبة على التاتش بلوك، فعبد الله عبد السلام قدر ان هو يجيب النقطة مروان عاطف. ارسال النادي الاهلي، لكن عفوا النقطة للنادي الاهلي. الإرسال مع أحمد صلاح، إرسال قوي ولكن في الشبكة، تعوض يا كابتن أحمد إن شاء الله. الإرسال يصبح لنادي بتروجيت مع أحمد اللقاني لعيب صانع الألعاب رقم 14. طبعا أحمد اللقاني سبق ولعب في النادي الأهلي. الإرسال أحمد اللقاني إرسال فلوتر، هيلعب طبعا إرسال موجه فلوتر. إرسال من أحمد اللقاني على عبد الرحمن الحسيني، استقبال متوسط، اعداد من عبد الله عبد السلام، وضرب حي، كوره حلوه قوي 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 من عبد الرحمن الحسيني لعيب مركز 6، كوره حلوه قوي قوي، موجه تانية من احمد من عبد الرحمن الحسيني، لتصبح النتيجه 3-1 للنادي الاهلي. الارسال مع لويجي لاعب مركز 4 المحترف الايطالي للنادي الاهلي، يمكن دي اختبار حقيقي ليه لامكانياته طبعا مع نادي المباراه مع بتروجيت. ارسال سبايك من اعلى، ارسال متوسط، استقبال، اعداد، كره في مركز 2 لمروان، كويس قوي ابو صلاح، ضرب جامد قوي من عبد الرحمن الحسيني على الخط، استقبال، ضرب في مركز 6، ديفنس من احمد صلاح، تراي، يلا الحمد لله، كره نقطه لنادي بتروجيت، لتصبح النتيجه 2-3 لنادي بتروجيت، للنادي الاهلي عفوا. الارسال مع نادي بتروجيت، على الارسال مروان عاطف لعيب مركز 4، ارساله ارسال سبايك، ارساله جامد طبعا على الاستعداد على الارسال. ارسال سبايك من مروان عاطف، استقبال ضعيف، كرة تعدي للنادي بتروجيت، اعداد مركز 2 محمد خطاب، ديفنس من لويجي، كرة هتعدي سهلة من عبد الله عبد السلام، كرة اعداد في مركز 4، كرة مسقطة، لتصبح النتيجة 3-3، كرة مسقطة ورا خلف حائط الصد من نادي بتروجيت، وتصبح النتيجة 3-3.
مباراه زي ما حضراتكم شايفين طبعا بادئه بحماس جدا، نقطه هنا ونقطه هنا، كل فريق عايز يهيمن على مجريات المباراه وعلى الشوط، لتصبح النتيجه 3-3. وما زال الارسال مع نادي بتروجيت ارسال قوي، ولكن خارج الملعب من مروان عاطف، لتصبح النتيجه 4-3 للنادي الاهلي. طبعا دلوقتي هيحصل تغيير، الليبرو هيطلع ينزل عبد الحليم عبو على الارسال محمد عادل، حائط صد النادي الاهلي ومنتخب مصر واحسن حائط صد في افريقيا رقم 10 محمد عادل، ارساله فلوتر موجه من الارسالات القويه جدا، ارسال موجه لا ولكن خارج الملعب من محمد عادل، النتيجه 4-4. رتم المباراه عالي من الاول، ان ماشيين نقطه بنقطه، النقط سجال نقطه للاهلي ونقطه لبتروجيت، لكن ان شاء الله هنفرق في النقطه القادمه. ارسال مع لعيب مركز 3 نادي بتروجيت، ارسال فلوتر موجه، استقبال من الليبرو النادي الاهلي، اعداد في مركز 4 ولكن خارج الملعب من عبد الرحمن الحسيني، فتح ريست ايده قوي بره الملعب، كره تطلع بره الملعب، تعوض تاني عبد الرحمن. طبعا يمتاز عبد الرحمن الحسيني بالاستقبال الجيد والارتقاء العالي، الارتقال العالي على الشبكه. ما زال الارسال مع نادي بتروجيت، لعيب عمر جبل لعيب مركز 3، ارسال فلوتر موجه، استقبال من لويجي، اعداد في مركز 3 وضرب ساحق من عبد الحليم عبو، لكن ديفنسات نادي بتروجيت ما تقدرش ان هي تطلع الكوره، تصبح النتيجه 5-5. طبعا عبد الله عبد السلام بيحاول من اول الجيم ان هو ينوع اللعب ما بين مركز 2 ومركز 3 ومركز 4، تنويع اللعب طبعا مهم لخلخله دفاعات وحائط صد ودفاعات نادي بتروجيت. الارسال مع المايسترو عبد الله عبد السلام، طبعا ارسالاته ساحقه ومن الارسالات القويه جدا، ارسال سبايك من عبد الله عبد السلام، ارسال جامد على لعيب مركز 4، اعداد من محمد اللقاني احمد اللقاني، اعداد في مركز 6 من مروان موغا، ديفنس كويس جدا، كره تعدي سهله لنادي بتروجيت، اعداد في مركز 4، وبلوك جامد قوي من الكابتن احمد صلاح، بلوك سنجل بلوك من احمد صلاح على اللعيب كليفن لعيب من نادي بتروجيت، قفل له الزاويه، نقطه للنادي الاهلي، تصبح النتيجه 6-5 للنادي الاهلي. الارسال مع عبد الله عبد السلام، ارسالاته موجهه وقويه جدا، يمكن لما يكون عندك لعيب زي عبد الله عبد السلام بيفرق معاك جدا في الارسال، ارسال قصير ونقطه مباشره على الليبرو الفريق باسل مصطفى. زي ما بقول لحضراتكم عبد الله عبد السلام يمتاز بارسالاته الموجهه والقويه جدا، لما يكون عندك لعيب زي عبد الله عبد السلام في الملعب بيعمل لك اضافه وفرق قوي جدا من ناحيه الارسال، خلخله الدفاعات والاستقبال بيضعف جدا، فالكره بتعدي سهله للنادي الاهلي، نقدر نعمل بيها تشكيلات هجوميه مختلفه. الارسال مع عبد الله عبد السلام، ارسال قوي ولكن في الشبكه، طبعا الارسال القوي جدا بيبقى فيه ريسك كبير جدا، فطبعا ممكن نسبه الخطا فيه بتبقى كبيره. الارسال مع نادي بتروجيت مع لعيب مركز 2 محمد خطاب، لعيب رقم 4 محمد خطاب بيلعب ارسال من اعلى سبايك، ارسال جامد ولكن خارج الملعب. يمكن احنا في النقطه 8 دلوقتي، من 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 الحاجات اللي احنا شايفينها تضييع الارسال كتير، يعني الفريق اللي بيبقى عايز يفرق طبعا في بدايه المباراه لازم يكون التركيز كبير جدا على مهاره الارسال، عشان دي اول خطوط الهجوم. الارسال مع عبد الرحمن الحسيني، ارسال سبايك، ارسال موجه على الليبرو فريق باسل مصطفى، اعداد في مركز 3، كره معديه سهله اسقاط من احمد، استقبال ديفنس من احمد صلاح، وكره تعدي مره واحده من احمد اللقاني، كوره حلوه قوي من احمد اللقاني في نص ملعب النادي الاهلي، ما حدش قدر يطلعها، فتصبح النتيجه 7-8 للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين كوره بليس مسقطه في نص الملعب النادي الاهلي، ما حدش توقعها، فتصبح النتيجه 7-8 للنادي الاهلي. الارسال مع لاعب كليفن لعيب مركز 4 لعيب نادي بتروجيت المحترف رقم 23، هيلعب ارسال سبايك، طبعا هياخد الريسك جامد قوي في الارسال، ارسال سبايك، استقبال من ليبرو النادي الاهلي، اعداد مركز 2 لك ابو صلاح، نقطه على التاتش بلوك لاحمد صلاح. طبعا احمد صلاح يمتاز بسرعه الدراع القوي جدا وكوره الساحقه، لتصبح النتيجه 7-9 للنادي الاهلي. الارسال مع عبد الحليم عبو لعيب مركز 3، بيلعب الارسال من مركز 5، وبيبقى غالبا الارسال موجه ناحيه لعيب مركز 4 الامامي، طبعا زي ما حضراتكم شايفين تركيز، ارسال ناحيه الليبرو مروان شوقي، اعداد في مركز 2، وبلوك ساحق من لويجي لاعب المحترف النادي الاهلي رقم 6، بلوك نموذج ايده على الكوره وايد الثانيه في الزاويه، زي ما حضراتكم شايفين كره اعداد في مركز 2 عند محمد خطاب، ولكن بلوك قفلها له الزاويه، بلوك فعلا اتدرس. تايم اوت طلبه كابتن محمد اللقاني مدير فني نادي بتروجيت لتدارك النقاط، ان النادي الاهلي فرق بثلاث نقط،
فطبعا عايز يلم الجيم عشان ما يروحش منه. فطبعا طلب تايم اوت لتدارك الاخطاء، وطبعا كابتن محمد مصلحي دايما واقف على الخط بيدي التعليمات، وما زال الارسال مع عبد الحليم لعيب مركز 3 رقم 3 على الارسال. الارسال طبعا بيلعب الارسال موجه، طبعا كابتن محمد مصلحي لما طلبوا تايم الاوت طبعا قال له يوجه الارسال على اضعف الناس. طبعا المحلل التقني عندنا احمد سعيد طبعا بيبلغ كابتن ميدو طبعا نقطه الضعف في نادي بتروجيت، ارسال موجه على لاعب مروان استقبال ضعيف، كره هتعدي سهله للنادي الاهلي، كره سهله ديفنس، ولكن الديفنس خارج الملعب. طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا في التايم اوت المحلل التقني طبعا بيبلغ كابتن ميدو من نقط الضعف ونقط القوه في نادي بتروجيت، فطبعا بيتم توجيه الارسال على اللعيب نقط الضعف عشان نخلخل الدفاعات والاستقبال في نادي بتروجيت. الارسال مع اللاعب عمر شريف لاعب مركز 3 من نادي بتروجيت، وطبعا عمر شريف من ناشئين النادي الاهلي، ارسال في الوتر من مركز 5 موجه، استقبال من ليبرو النادي الاهلي اعداد من عبد الله، وكوره حلوه جدا من محمد عادل لعيب مركز 3 كوره بيه كده ضربها في مركز 5 قويه جدا، الدفاعات ما قدرتش تعمل لها اي حاجه، وتصبح النتيجه 11 8 للنادي الاهلي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين بفضل الاستقبال الجيد من النادي الاهلي والاعداد تم خلخله دفاعات نادي بتروجيت، وفرق بقى 3 نقط. ارسال مع احمد صلاح طبعا اشول وارساله قوي جدا، ارسال موجه استقبال ضعيف، كرة في مركز 3 حلو قوي من لاعب مركز 3 عمر جبل، لف بريست ايده كده ناحية مركز 1 احمد صلاح ما قدرش يعمل لها اي حاجة، تصبح النتيجة 9 نادي بتروجيت 11 النادي الاهلي. الارسال مع احمد اللقاني لاعب مركز لاعب صانع العاب نادي بتروجيت رقم 14، ارسال في الوتر موجه، استقبال من ليبرو النادي الاهلي اعداد من عبد الله عبد السلام، كوره حلوه قوي محمد عادل يقدر يخلص النقطه. طبعا عبد الله طلع في الهواء البلوك حائط صد، افتكر ان هو هيعديها، لكن اعداد فوق الرائع من عبد الله عبد السلام لمحمد عادل قدر ان يلف بريست ايده ناحيه مركز 1 لتصبح النتيجه 12 9 للنادي الاهلي. الارسال مع لويجي لاعب الاربعات النادي الاهلي بيلعب ارسال سبايك قوي ولكن خارج الملعب. نركز شويه في الارسالات، بنضيع ارسالات كتيره قوي. الارسال مع مروان عاطف كابتن فريق نادي بتروجيت، وطبعا مروان عاطف من ناشئين نادي بتروجيت ولاعيب منتخب مصر السابق لعيب رقم 8 لعيب ممتاز، ارسال سبايك من مروان عاطف ولكن خارج الملعب. يعني في 12 نقطه يمكن نادي بتروجيت مضيع 4 5 ارسالات، فده طبعا معدل عالي جدا، لازم التركيز في الارسال. الارسال اول خطوط الهجوم زي ما بقول لحضراتكم. الارسال مع محمد عادل بيلعب ارسال من ناحيه مركز 1، ارسال فلوتر موجه طبعا مركز وعارف طبعا الارسال هيلعبه فين، ارسال ناحيه مركز 1 عند مروان اعداد في مركز 3 بلوك حلو قوي من عبد الحليم عبو قفل الزاويه لعمر عمر جبل، قفل له الزاويه قال له خلاص مش هتعدي، خلاص انت ضربت الكره اللي فاتت في مركز 1 الكره دي مش هتعدي، وفعلا وقف له صح ودخل ايده صح خد البلوك. ارسال مع محمد عادل فلوتر، استقبال من مروان شوقي اعداد في مركز 2 محمد خطاب كره مسقطه، ديفنس من عبد الله عبد السلام كره لاحمد صلاح في مركز 1 مضروبه على اللاين في البتوين ما بين الحائط صد مركز 4 ومركز 3، تصبح النتيجه 14 10 للنادي الاهلي. زي ما حضرتك شايفين اعداد من عبد الحليم عبو في مركز 1 لاحمد صلاح، كوره ساحقه في مركز في ما بين مركز 5 ومركز 6 ما قدرش يعمل لها اي حاجه مروان شوقي في الديفنس. ارسال مع محمد عادل، ارسال قوي جدا وموجه على مروان عاطف، ضرب ساحق من محمد خطاب ولكن بره العصا الهوائي بره الانتنه، كوره الحكم بيشير ان هي من بره الانتنه. طبعا الحكم الثاني كابتن وليد الخشن واقف بص على الكوره كويس قوي، كوره مضروبه زي ما حضرتك شايفين من بره العصا الهوائيه. الارسال ما زال مع محمد عادل والنتيجه 16 10 للنادي الاهلي، ارسال قوي جدا موجه على مروان عاطف برضو، الكوره مرفوعه في مركز 3 حائط صد ولكن خارج الملعب. طبعا عبد الرحمن الحسيني ضم مع عبد الحليم عبو في البلوك ولكن الكوره على التاتش بلوك. الارسال مع عمر جبل لعيب رقم 15 لعيب مركز 3 من نادي بتروجيت بيلعب ارسال طبعا فلوتر موجه، بيركز جدا على الارسال، ارسال فلوتر
ولكن في الشبكه يعني آفة في نادي بتروجيت الإرسال الضايع، يعني مضيعين إرسالات كتيرة جدا، وده زي ما حضراتكم شايفين هو اللي خلى السكور يفرق بشكل كبير قوي 17 11 للنادي الأهلي. الإرسال مع المايسترو عبد الله عبد السلام لعيب صانع ألعاب النادي الأهلي، إرسال طبعا سبايك بيبقى موجه، إرسال جامد، إرسال قوي جدا على اللعيب كليفن. إعداد كورة في مركز ثلاثة عند عمر الشريف، في مركز خمسة نقطة لنادي بتروجيت. يمكن احمد اللقاني نط جامب باص كده ووقف دراعه في الهواء، البلوك طلع معاه، راح رافعها لعمر الشريف في مركز ثلاثة، ضرب ساحق في مركز خمسة، نقطة لنادي بتروجيت. طبعا تغيير، نزل مروان الصافي ونزل مهاب مكان محمد خطاب واحمد اللقاني عشان مهاب يمتاز بالارسال الساحق، ومروان عاطف يبقى على الشبكة فياخد بلوك ويضرب من مركز اثنين. طبعا مهاب من ناشئين نادي الشمس ولاعب منتخب مصر السابق. ارسال مهاب صانع العاب رقم تسعة بيبقى ارسال سبايك قوي، هنشوف ارساله هيكون فيه تأثير والتغيير هيجيب نتيجة ولا ارساله هيضيع. ارسال سبايك من مهاب، استقبال من لويجي، اعداد مركز ستة، كرة حلوة ديفنس من مروان، إعداد في مركز أربعة لكليفن، بلوك حلو قوي 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 من عبد الرحمن الحسيني، برافو يا عبد الرحمن، قدر يحط إيده في الكرة في الزاوية، الإيد في الزاوية، إيد على الكرة زي ما حضراتكم شايفين، بلوك ساحق من عبد الرحمن الحسيني، ضلم له الشبكة. يعني امتاز لحد دلوقتي النقطة 18، بلوكات النادي الأهلي قادرة إنها توقف مفاتيح لعب نادي بتروجيت. طبعا كابتن محمد اللقاني طلب تايم اوت ليتدارك الفرق السكور، الفرق كبير 18 12 للنادي الاهلي، فرق 6 بونت. وطبعا زي ما حضرتك شايفين كابتن محمد مصلحي برده بيتم توجيهاته، وكابتن تامر تايجر وكابتن محمود جمعه، التوجيهات طبعا للعيبه، وما زال التوجيهات، وكابتن احمد اللقاني طبعا بيوجه، كابتن محمد اللقاني بيوجه لعيبه نادي بتروجيت، بيقول لهم ان نقطة الضعف اللي عندهم اذا كانت في تضييع الارسال الكتير او في الاستقبال او عدم تخليص الكوره. والارسال ما زال مع عبد الرحمن الحسيني لعيب مركز اربعه النادي الاهلي، ارسال سبايك قوي جدا طبعا، ارسال موجه على لعيب كليفن في مركز اربعه، اعداد في مركز اثنين، ديفنس ولكن خارج الملعب من عبد الله عبد السلام، يمكن حط ايده في الكوره ولكن من سرعه الكوره ما قدرش ان هو يتحكم في الكوره. النتيجه 13 نادي بتروجيت 18 نادي الاهلي، والارسال مع لعيب رقم 23 كليفن من نادي بتروجيت، بيلعب ارسال سبايك من اعلى، ارسال سبايك من كليفن رقم 23، استقبال من ليبرو نادي الاهلي، اعداد من عبد الله عبد السلام، وكوره حلوه قوي قوي من احمد صلاح ومن عبد الله عبد السلام. يمكن الكوره دي هم معتادين عليها دايما من منتخب الناشئين لمنتخب الشباب لمنتخب الدرجه الاولى، دايما معتادين على الكوره دي، كوره مرفوعه سريعه لاحمد صلاح بيخلصها في ملعب نادي بتروجيت، البلوك ما يقدرش يعمل لها اي حاجه. الارسال مع عبد الحليم عبو لاعب مركز ثلاثه من النادي الاهلي، بيلعب ارسال زي ما بقول لحضراتكم من مركز خمسه، ارسال موجه على مركز ولكن ارسال فتح ريست ايده قوي، الكره خارج الملعب. تصبح النتيجه 14 نادي بتروجيت 19 النادي الاهلي. يمكن المباراه بدات سجال ولكن النادي الاهلي بفضل الخبرات وبالارسال القوي قدر ان هو يفرق في السكور. تغيير طبعا نادي بتروجيت، طلع عمر الشريف ونزل احمد جلال، احمد جلال لعيب مركز اربعه يمتاز، كابتن محمد اللقاني نزل احمد جلال عشان ارساله القوي، ارسال السبايك فيقدر ان هو يخلخل استقبال النادي الاهلي. ارسال مع احمد جلال، ارسال سبايك، استقبال من عبد الرحمن الحسيني، اعداد من عبد الله عبد السلام، وكوره من احمد صلاح ولكن البلوك قدر يوقفها، كوره مرفوعه في مركز اربعه، ديفنس من ليبرو النادي الاهلي، اعداد من عبد الله عبد السلام، كوره حلوه قوي 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 لعبد الرحمن الحسيني في مركز سته كده، خلخلت الدفاعات وبلوكات نادي بتروجيت، كوره من اللي بيحبها الجمهور وطبعا يعني عشاق الفولي والكوره الطايره، طبعا الكور دي بيمتاز بيها المايسترو عبد الله عبد السلام، كوره في مركز سته لعبد الرحمن الحسيني خلصها نقطه مباشره، البلوك ما قدرش يعمل لها اي حاجه. نقطة 20 14 للنادي الأهلي، تغيير طبعا، نزل حسام يوسف على الإرسال مكان أحمد صلاح، ونزل أحمد سعيد مكان عبد الله عبد السلام. طبعا حسام يوسف يمتاز بالطول والإرسال القوي، وأحمد سعيد طبعا بالارتقاء العالي. الإرسال مع حسام يوسف صانع ألعاب النادي الأهلي، بيلعب إرسال طبعا سبايك، إرسال قوي، كورة إرسال ساحق، نقطة مباشرة من حسام يوسف. زي ما بقول لحضراتكم حسام يوسف من أكثر الحاجات اللي بيمتاز بيها إرساله القوي، ويمتاز مع الإرسال القوي توجيه الإرسال.
يعني يمكن الارسال اتلعب ما بين مركز 5 ومركز 6 ما بين مروان عاطف واللاعب كليفن، الاثنين بصوا لبعض كده وما قدروش يعملوا حاجه بسبب سرعه الكوره. الارسال مع حسام يوسف تاني، ارسال موجه ناحيه مروان الصافي، استقبال ضعيف، ضرب مروان صافي ولكن الكوره في الشبكه، كوره في الشبكه، اربع لمسات، الحكم تغيير تحسبها اربع لمسات على نادي بتروجيت. يمكن حسام يوسف نازل للارسال القوي وتوجيه الارسال، وزي ما حضراتكم شايفين نقطتين ورا بعض بالارسال من حسام يوسف، تصبح النتيجه 22 نادي الاهلي 14 نادي بتروجيت. حسام يوسف على الارسال، ارسال قوي ناحيه مروان الصافي، اعداد من مهاب في مركز اثنين، كرة على التاتش بلوك، مروان لعيب اشول بيعرف يتصرف في الكوره، طبعا زي ما قلت لحضراتكم هو من ناشئين النادي الاهلي، فطبعا عايز يثبت للنادي الاهلي ان هو لعيب يستحق ان هو يرجع النادي الاهلي تاني. كرة على التاتش بلوك ناحيه اللعيب مركز اربعه لويجي، على التاتش بلوك كده ما عرفش يعمل لها اي حاجه، كرة حلوه من مروان الصافي على الارسال، مروان الصافي لاعب مركز اثنين رقم سبعه، طبعا بيلعب ارسال سبايك قوي، هيلعب ارسال سبايك مروان، طبعا التركيز باين على وشه ان هو عايز يجيب نقطه بالارسال، ارسال سبايك، طبعا تركيز من محمد عادل وحسام يوسف، ارسال ولكن ارسال وحش جدا من مروان الصافي، يمكن الارسال في اخر الصاله خالص، ارسال طايش جدا من مروان الصافي. الارسال مع اللاعب لويجي لاعب النادي الاهلي اللاعب الايطالي المحترف الايطالي لاعب مركز اربعه رقم سته، طبعا بيلعب ارسال سبايك قوي من اعلى، ارسال قوي ناحيه باسل مصطفى، استقبال كويس من باسل مصطفى، اعداد من احمد اللقاني في مركز سته اللاعب كليفن، ديفنس كويس قوي، كوره على التاتش بلوك من عبد الرحمن الحسيني بذكاء كده، لقى الكوره جاله على التاتش بلوك وقدر يجيب نقطه بذكاء اللاعب عبد الرحمن الحسيني. يمكن عبد الرحمن الحسيني كمان يمتاز ان هو لعيب موهوب جدا بيعرف يتصرف في الكوره، يعني الكوره بوش باس سريعه جدا حطها على التاتش بلوك ما قدروش يعملوا فيها اي حاجه عمر جبل او مروان عاطف. الارسال مع لويجي لاعب مركز اربعه نادي الاهلي ونقطه 24 نادي الاهلي، نقطه الشوط للنادي الاهلي، ارسال قوي جدا، استقبال من لاعب كليفن، اعداد في مركز اربعه، كوره مسقطه ديفنس من عبد الرحمن الحسيني، اعداد في مركز اربعه ديفنس من احمد اللقاني ورفع في مركز اربعه، ديفنس كويس قوي 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 من الليبرو النادي الاهلي، ولكن الكوره بره الملعب، كابتن تغيير تحسبها خارج حدود الملعب، وتصبح النتيجه 15 نادي بتروجيت 16 عفوا نادي بتروجيت 24 نادي الاهلي. نقطه تفصيلنا عن نهايه الشوط الاول للنادي الاهلي، طبعا على الارسال مروان عاطف بيلعب ارسال سبايك، بس طبعا هيوجه الارسال عشان خاطر فرق السكور الكبير جدا، تركيز من حسام يوسف ومن محمد عادل، ارسال سبايك من مروان عاطف، استقبال من لويجي، اعداد من حسام يوسف، كوره لاحمد سعيد حلوه قوي في مركز اثنين ولكن لمس الشبكه، الحكم كابتن تغريد تحسب ان الكوره لمس الشبكه على النادي الاهلي، تصبح النتيجه 17 24 للنادي الاهلي. لعيبه بتسلم على بعض كده ما بين تحت الشبكه، الارسال مع مروان عاطف، ارسال سبايك من مروان عاطف، استقبال من لويجي، اعداد من حسام يوسف، كوره في مركز ثلاثه لمحمد عادل ولكن فتح ريست ايده ناحيه مركز واحد كده الكوره اوت. يمكن نادي بتروجيت قدر ان هو يحقق ثلاث نقط ورا بعض مباشره على النادي الاهلي، فطبعا لسه بقول اهو كابتن محمد مصلح خد تايم اوت على طول سمعني، ثلاث نقط لنادي بتروجيت فخد طبعا تايم اوت عشان يتدارك الاخطاء اللي حاصله في الثلاث نقط اللي فاتوا دول. يمكن كابتن محمد اهو بيوجه اللعيبه بيقول لهم النقط الضعف وازاي الكوره تخلص، وكابتن طبعا احمد اللقاني بيوجه البلوك وبيقول لهم نقط الضعف في النادي الاهلي ونقط القوه والارسال يتوجه فين، زي ما حضراتكم شايفين كده ايديه بتشير للبلوك ان هو مهتم قوي بالبلوك، يعني الرساله هيتلعب دلوقتي والبلوك في نادي بتروجيت هيكون مركز مع الاتاك بتاع النادي الاهلي. الارسال مع مروان عاطف، النقطه ما زالت النتيجه 18 نادي بتروجيت 24 للنادي الاهلي. الارسال مروان مركز على الارسال، الارسال مروان، ارسال سبايك، ارسال سبايك من مروان، استقبال من لويجي ولكن ارسال ساحق من مروان بنقطه مباشره. يمكن نادي بتروجيت كده في اخر الشوط حصلت له صحوه كده وبدا يتدارك بدايه الغير موفقه بدايه الشوط، واربع نقط متتاليه لنادي بتروجيت، يمكن بتروجيت يعني بداوا يصحوا كده في نهايه الشوط الاول. الارسال مع مروان مركز قوي ان هو عايز يجيب نقطه ثانيه بالارسال، ارسال سبايك قوي، استقبال كويس من لويجي، اعداد من حسام يوسف، الكره لمحمد عادل قال له لا خلاص بقى، يعني الكره اللي فاتت انا شطها في الاوت، الكره دي لا خلاص بقى
نقطة للنادي الأهلي، يصبح النتيجة 25-19 الشوط الأول للنادي الأهلي. الشوط الأول 25-19 للنادي الأهلي. طبعا زي ما حضرتك شايفين بنغير الملعب بين كل شوط وشوط، النادي الأهلي بيعدي الناحية التانية ونادي بتروجيت. هنطلع لفاصل ونرجع للشوط التاني بإذن الله. ونرجع لمجريات المباراة مرة تانية، الشوط التاني ما بين مباراة نادي الأهلي ونادي بتروجيت. زي ما حضراتكم عارفين طبعا الشوط الأولاني انتهى بنتيجة 25-19 للنادي الأهلي بفضل الإرسالات القوية من النادي الأهلي والحائط الصد والهجوم الساحق. طبعا نادي بتروجيت كان عنده مشكلة كبيرة قوي في الإرسال، يمكن ضيعوا 5-6 إرسالات، وده اللي عمل الفرق في ما بين النادي الأهلي ونادي بتروجيت في بداية الشوط، ولكن تداركوا الموقف في آخر الشوط، بس طبعا ما قدروش إن هم يكملوا وانتهى الشوط الأولاني 25-19 للنادي الأهلي. يمكن نادي بتروجيت السنه دي بيحاول ان هو دايما ان هو يعينه على المراكز الاربعه الكبار بفضل التدعيمات الكبيره اللي عملوها بانتداب 2 لعيبه محترفين واللعيبه الخبرات طبعا في نادي بتروجيت. فطبعا شايفين في الملعب دلوقتي احمد اللقاني على الارسال، لاعب صانع العاب نادي بتروجيت، وكابتن محمد مصلحي ما عملش اي تغيير في النادي الاهلي، نفس المجموعه اللي بدات الشوط الاولاني هي اللي بتلعب الشوط الثاني. الارسال مع احمد اللقاني صانع العاب نادي بتروجيت، زي ما حضراتكم شايفين كابتن تغريد الحكم الاول بدايه الشوط الاولاني ارسال، ولكن ارسال في الشبكه من احمد اللقاني، يمكن برضو بادئين الشوط برضو بتضيع ارسال، فتصبح النتيجه 1-0 للنادي الاهلي. الارسال مع لاعب مركز 4 لويجي لاعب الايطالي النادي الاهلي بيلعب ارسال سبايك، ارسال سبايك من اعلى، ارسال سبايك من لويجي، ارسال في نص الملعب، نقطة مباشرة من الارسال. يمكن اهم حاجة كابتن محمد مصلحي بيعتمد عليها هي الارسالات الموجهة والارسالات الساحقة، وده هو اللي عمل الفرق طبعا في الشوط الاولاني ما بين نادي بتروجيت والنادي الاهلي، لتصبح النتيجة 2-0 للنادي الاهلي. يمكن لاعب ارسال كده خدعهم في نص الملعب، مش ارسال قوي، ارسال موجه، ارسال سبايك من لويجي، ارسال قوي على لعيب محمد خطاب في مركز 4، اعداد في مركز 3 ديفنس من النادي الاهلي، كره ترجع من عبد الله عبد السلام، كره معديه سهله من احمد صلاح، ديفنس من باسل مصطفى، اعداد في مركز من عبد الله عبد السلام، كره لمروان في مركز 2، عطاتش بلوك يلعبها مروان، عاطف عطاتش بلوك، لتصبح النتيجه 2-1 للنادي الاهلي. يمكن الكره كده ما كانتش رايحه لمروان عاطف مرتاحه، فلعبها بذكاء كده عطاتش بلوك، ما قدرش يعمل لها حاجه عبد الرحمن الحسيني. الارسال مع مروان عاطف كابتن فريق نادي بتروجيت لاعب مركز 4 لاعب رقم 8، ارسال سبايك من مروان عاطف، يمكن التركيز الشديد باين على مروان، الارسال سبايك، استقبال من لويجي، اعداد من عبد الله عبد السلام، كوره في مركز 1 لاحمد صلاح في اخر الملعب، يعني كوره نموذج بجد، فارد دراعه وشايف الملعب كله، كوره في اخر الملعب من احمد صلاح، يعني كوره تدرس فعلا، يعني من غير حاجه تصد بسنجل بلوك من عبد الله عبد السلام، طلعه قال له حط الكره في المكان اللي يعجبك. الارسال من مركز 1 عبد الله محمد عادل على الارسال لاعب مركز 3، ارسال فلوتر موجه، ارسال جامد قوي لكن خارج الملعب من محمد عادل، يمكن فتح ريست ايده قوي، الارسال خارج الملعب. نتيجه 2 نادي بتروجيت 3 نادي الاهلي. على الارسال حماده عثمان، يمكن كابتن محمد اللقاني نزل حماده عثمان لعيب مركز 3 لتقويه حائط الصد، يتميز بطول القامه، ارسال فلوتر من حماده، استقبال ضعيف، ولكن يمكن الكره تخدم المحترف الليبرو بتاع النادي الاهلي لواندر، استقبال كده كان ضعيف، ولكن الكره تنزل في ملعب نادي بتروجيت، بصوا على بعض كده، يعني كره غريبه جدا، يعني ارسال من حماده عثمان، استقبال ضعيف من النادي الاهلي، الكره تعدي الناحيه الثانيه تنزل في نص ملعب نادي بتروجيت، واقفين بيتفرجوا عليها. الارسال مع المايسترو عبد الله عبد السلام، ارسال قوي طبعا سبايك، ارسال على اللاين، يعني ارسال موجه على لاعب كليفن، يمكن النادي الاهلي بيركز تركيز قوي جدا على لعيب الاربعات بتاع نادي بتروجيت المحترف كليفن، يمكن استقباله متوسط، ارسال كده من مركز 1 من عبد الله عبد السلام كده على اللاين، يجيب نقطه مباشره من الارسال، تركيز من عبد الله عبد السلام، ارسال سبايك تاني، ارسال المره دي قصير ولكن في الشبكه، يمكن عبد الله حب يخدع الدفاعات الاستقبال لنادي بتروجيت، كلهم كانوا متاخرين في اخر الملعب كده عشان هيلعب ارسال جامد، ولكن حب ان هو يسكت الكوره كده ولكن في الشبكه. الارسال مع محمد خطاب لعيب مركز 2 نادي بتروجيت بيلعب ارسال طبعا سبايك، ارسال من اعلى، ارسال سبايك، استقبال من عبد الرحمن الحسيني، اعداد في مركز 3 لحليم، كوره مسقطه، كوره في مركز 1 لمحمد خطاب، ولكن دفاعات يعني تريبل بلوك
ثلاثة حائط صد ظلموا الشبكة للاعب محمد خطاب زي ما حضراتكم شايفين اهو. كرة اعداد من باسل مصطفى في مركز واحد لمحمد خطاب، ولكن الثلاثة واقفين خدوا بلوك. يعني عبد الرحمن الحسيني ضم مع احمد صلاح وعبد الحليم تريبل بلوك. بلوك نموذجي، ارسال سبايك من عبد الرحمن الحسيني، استقبال من باسل مصطفى، اعداد من احمد اللقاني في مركز واحد لمحمد خطاب، كوره على الخط ولكن ليبرو النادي الاهلي بيطلع الكوره. كوره مسقطه من احمد صلاح، ديفنس من باسل مصطفى جميل جدا، اعداد في مركز اربعه ولكن الكوره خارج العصا الهوائيه. يعني حاول كده ان هو يتصرف فيها ولكن كوره كانت صعبه عليه جدا، ما قدرش ان هو يتصرف فيها. يمكن ديفنس كان ممتاز من باسل مصطفى ولكن ما قدروش ان هم يعدوا الكوره صح. تايم اوت لكابتن محمد اللقاني. يمكن كابتن محمد اللقاني برضو قافه في نادي بتروجيت نفس الشوط الاولاني، الشوط الثاني برضو فرق السكور بدا برضو يكبر ما بين النادي الاهلي ونادي بتروجيت، فيتدارك الموقف نتيجه 7-3 للنادي الاهلي. يمكن زي ما حضراتكم شايفين كابتن محمد اللقاني منفعل بسبب الاخطاء الساذجه اللي بتحصل في ملعب نادي بتروجيت، وشايفه بيوجه اللاعب باسل مصطفى في الديفنس. وطبعا كابتن محمد مصلحي برضو التوجيهات برضو شغاله على طول، كابتن تامر تايجر بيوجه برضو اللعيبه. طبعا في التايم اوت طبعا بيتقال طبعا من المحلل التقني طبعا النقط القوه والضعف في نادي بتروجيت، فطبعا بنقدر نستغل ده اذا كان من الاعداد او في الارسال الساحق. ارسال من عبد الرحمن الحسيني سبايك، ارسال تخدمه كده تيجي في نت الشبكه، كوره من مركز 6 مروان عاطف، اعداد في مركز 4، كوره حلوه قوي على الخط من لويجي الايطالي على الخط كده، لف بريست ايده على الخط ما قدرش يعمل لها اي حاجه خالص احمد اللقاني محمد خطاب في الديفنس. يمكن احمد اللقاني طالع بس ما قدرش، كوره لفت على الخط محمد خطاب ما قدرش يعمل لها حاجه على اللاين. الارسال مع عبد الرحمن الحسيني، ارسال سبايك، ارسال قوي جدا، استقبال من باسل مصطفى ومتوسط، اعداد في مركز 4 للاعب كليفن يلعب على التاتش بلوك كده ما بين احمد صلاح وعبد الحليم. يمكن عبد الحليم بيقول لاحمد كده ما تسحبش قوي على الخط، وكره على التاتش بلوك، اعداد في مركز 4 زي ما حضرتك شايفين، كره على التاتش بلوك كده تيجي في ايد عبد الحليم وخارج الملعب. نتيجه 4 نادي بتروجيت 8 النادي الاهلي. عمر الشريف على البلوك اهو بيركز، الارسال مع لاعب كليفن، سال سبايك ولكن خارج الملعب. برضه نفس المشكلة، يمكن نادي بتروجيت بيضيع ارسالات كتيرة جدا، يعني لو هو عايز يرجع في المباراة لازم يركزوا في الارسال، يمكن ارسالات ضايعة كتيرة قوي من نادي بتروجيت. الارسال كابتن محمد مصلحي في الصورة اهو التركيز باين عليه، الارسال مع عبد الحليم من مركز 5 بيلعب ارسال موجه فلوتر من مركز 5. ارسال فلوتر من عبد الحليم، ارسال موجه ناحية مروان عاطف، اعداد في مركز 3 لعمر الشريف، كورة حلوة قوي ناحية مركز 6 عبد الحليم ما قدرش يعمل لها حاجة. لازم عبد الحليم ننزل تحت شويه، كوره كده واقف ما توقعهاش، كوره من عمر الشريف في مركز 3 من احمد اللقاني، كوره في مركز 6 ولكن حليم ما قدرش يعمل لها حاجه بايد واحده كده ما طلعتش. الارسال مع عمر شريف لاعب مركز 3 في نادي بتروجيت من ناشئين النادي الاهلي، عبد الله هو بيوجه اللعيبه، ارسال من عمر الشريف، ارسال فلوتر ولكن في الشبكه. يمكن الارسال اللي قبليه برده ضايع، يعني نادي بتروجيت بيضيعوا ارسالات كتيره جدا. ارسال في الشبكه، كابتن محمد مصلحي بيوجه كده حليم في الديفنس في النقطه اللي فاتت. الارسال مع احمد صلاح مع العالمي احمد صلاح، تركيز من احمد صلاح، طبعا ارساله سبايك، ارسال سبايك موجه على اللاعب كليفن، اعداد من احمد اللقاني لحماده عثمان، كوره كده وقف في الهواء كده وراح لافف بريست ايده في مركز واحد يجيب نقطه لنادي بتروجيت. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده كوره وقف في الهواء وراح لافف بريست ايده من محمد عادل ما قدرش يعمل لها اي حاجه، ولتصبح النتيجة 10 نادي الأهلي 6 نادي بتروجيت. إرسال مع أحمد اللقاني صانع الألعاب، هيلعب إرسال فلوتر موجه، استقبال من لويجي مركز 4، إعداد في مركز 1 لأحمد صلاح، كورة حلوة أوي على التاتش بلوك. يمكن مروان بيقول لباسل كده أعمل إيه، كورة على التاتش بلوك مروان ما قدرش يعمل لها أي حاجة. تغيير طبعا للنادي الأهلي بنزول الوافد الجديد أحمد عزب وخروج عبد الرحمن الحسيني. يمكن أحمد عزب هيلعب أول مباراة يلعبها قدام نادي السابق نادي بتروجيت، يعني احمد عزب وافد الجديد لاعب واعد للنادي الاهلي قادم من نادي بتروجيت، وطبعا اول مباراه لاحمد عزب يلعبها قدام نادي بتروجيت نادي السابق. ارسال من لويجي لاعب مركز 4، ارسال قوي جدا ولكن خارج الملعب. نقطه لنادي بتروجيت، النتيجه 7 نادي بتروجيت 11 النادي الاهلي. عبد الله بيفكر الكوره الجايه هيعمل فيها ايه وهيرفع والفنت اللي هيتعمل، شايفه مع محمد عادل هو بيتفقوا على حاجه. الارسال مع مروان عاطف، مروان مركز، هيلعب ارسال سبايك،
ارسال من مروان عاطف ولكن خارج الملعب، يعني حاجة غريبة جدا، 3 ارسالات ورا بعض من نادي بتروجيت كلهم في الاوت، يعني ارسالاتهم كتير قوي. يعني لو جينا حللنا كده وعملنا احصائيه للشوط الاول والشوط الثاني نادي بتروجيت، حوالي 8 9 ارسالات ضايعين من نادي بتروجيت، يمكن نص جيم ضايع من نادي بتروجيت بسبب الارسال. الارسال من محمد عادل، كان كابتن محمد مركز محمد مصلحي، ارسال موجه من محمد عادل ناحيه مروان شوقي الليبرو، اعداد من محمد من احمد اللقاني، كرة متوسطة من حمادة عثمان، ضرب من أحمد عزب، كرة تاخد بلوك، كرة مسقطة من عبد الله عبد السلام، كرة رايحة جاية، ضرب من أحمد عزب، يا سلام يا أحمد، يعني لعب كرة كده بمعلمة على التاتش بلوك كده، لقى البلوك قافل له الزاوية كويس قوي، هو ما خدش استعداده في الضرب، راح لعبها على التاتش بلوك بكل سلاسة. ده اللي بيفرق طبعا، ده بيفرق في الكور دي، لما يكون عندك لعيب عنده حلول كتيرة ده بيفرق طبعا. الإرسال مع محمد عادل، ارسال موجه، استقبال ضعيف من مروان عاطف، كره هتعدي سهله من مروان شوقي ليبرو فريق نادي بتروجيت ديفنس، اعداد في مركز 4 لاحمد عزب، كره حلوه قوي 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 من احمد عزب، يعني بيقول انا موجود اهو، اول كره ضرب ساحق من احمد عزب على الخط، يمكن محمد خطاب ما قدرش يعمل لها حاجه ولا حماده عثمان، كره مضروبه جامد قوي في احمد اللقاني، يمكن احمد اللقاني ما لحقش حتى يعمل لها فنس من سرعه الكوره، ما شاء الله عليك يا احمد عزب. ارسال من محمد عادل برضه يا محمد، يعني اللفه اللي فاتت برضه لعبت ارسال برضه ناحيه مركز 1 بتفتح ريست ايدك قوي، ارسال ضايع من محمد عادل. الارسال مع حماده عثمان، حماده عثمان يمكن من ناشئين النادي الاهلي ومعار لنادي بتروجيت، خامه طيبه جدا، كابتن مع احمد اللقاني كده، محمد اللقاني بيوجه احمد جلال كده بيقول له حاجه هينزله شكله، ارسال من حماده عثمان فلوتر استبال، اعداد في مركز 6 حلو قوي، كره ديفنس من نادي بتروجيت طلع حماده عثمان، اعداد من عبد الله عبد السلام، احمد عزب حلو قوي، يعني في كده في كيمياء ما بين عبد الله عبد السلام باينه واحمد عزب كده، من اول نزل كده 3 نقط، رفع له 3 كور، ال3 كور خلصهم، كره على التاتش بلوك من احمد عزب، يعني صفقه مبشره جدا للنادي الاهلي ولاعيب واعد جدا للنادي الاهلي ومنتخب مصر احمد عزب طبعا. على الارسال عبد الله، طبعا عبد الله ما بيبطلش طبعا توجيهات للعيبه، محمد خطاب اهو ظاهر يعني عدم رضاه من مستوى في الملعب، ارسال من عبد الله عبد السلام، كوره حلو قوي، ارسال ساحق من عبد الله عبد السلام على اللاعب كليفن، نقطه مباشره، يمكن عبد الله في اللفه اللي فاتت برده لعب الارسال مباشر برده على اللاعب كليفن وجاب نقطه بالارسال برده، يمكن عبد الله مركز جدا على اللاعب كليفن ان هو يطلعه بره الاستقبال، وفعلا كابتن احمد اللقاني، كابتن محمد اللقاني سمعني وطلع اللاعب كليفن، طلعه عشان الاستقبال ونزل احمد جلال لاعب مركز 4 عشان يحسن الاستقبال، استقبال من مروان عاطف، اعداد في مركز 6، كوره كده بريست ايده مروان كده يلف بيها من مركز 6 ناحيه مركز 5 ما يقدرش يعملها حاجه، حاول تصد حاجه ولا ليبرو فريق لواندر اللاعب النادي الاهلي المحترف الكوبي، يمكن زي ما حضراتكم شايفين لسه بنقول استقبال اللاعب المحترف بتاع نادي بتروجيت كليفن ضعيف، فنزل احمد جلال عشان استقبال وتغيير نادي بتروجيت، عمرو جبل نازل وطالع احمد اللقاني ومحمد خطاب طالع ونازل مهاب الديب، يمكن التغييره دي كابتن احمد كابتن محمد اللقاني عملها في الشوط الاولاني برده لتقويه الارسال من ناحيه مهاب والاستقبال وحائط صد من عمر جبل ان هو لعيب طويل القامه، هنشوف نشوف مهاب هيلعب ارسال جامد ولا الارسال هيضيع، ارسال سبايك من مهاب، طبعا كابتن محمد اللقاني مش عاجبه ولا راضي الاداء، ارسال من مهاب، ارسال استقبال النادي الاهلي، اعداد في مركز 3، كوره حلوه قوي، يعني كوره حكايه، كوره حلوه قوي من حليم، يعني حليم غير الطول العالي بيضرب الكوره من عالي جدا من اعلى حوائط الصد، ما حدش يقدر ياخد كوره بياخد بلوك من عبد الحليم، طبعا كابتن محمد اللقاني خد تايم اوت تاني، النتيجه 17 9 للنادي الاهلي، طبعا فرق السكور كبير جدا والفروقات بدات تبان ما بين النادي الاهلي ونادي بتروجيت، زي ما حضرتك شايفين كوره من عاليه قوي من حليم، عمر الشريف ما قدرش يعمل فيها اي حاجه، طبعا بيبصوا لبعض مش عارفين يعملوا ايه، طبعا كابتن تايم اوت لنادي بتروجيت، كابتن محمد اللقاني بيوجه نادي بتروجيت، يمكن بس نادي بتروجيت يمكن الشوط الاول والشوط الثاني هم مش في مستواهم اللعيبه، يعني مش في مستواهم، وطبعا بفضل طبعا توجيهات كابتن محمد مصلحي النادي الاهلي وتركيز لعيبه النادي الاهلي الشديد في مجريات الشوط الاول والشوط الثاني. الارسال مع النادي الاهلي والنتيجه 17 نادي الاهلي 9 نادي بتروجيت، وزي ما حضراتكم عارفين الشوط الاولاني كان انتهى لصالح النادي الاهلي 25 19. الارسال مع الوافد الجديد احمد عزب لاعب مركز 4 النادي الاهلي، تركيز من احمد عزب بيلعب ارسال سبايك، ارسال ولكن ارسال خارج الملعب من احمد عزب، معلش يا احمد تتعوض النقط الجايه، تركيز يا شباب،
طبعا لعيبه نادي بتروجيت مش في حالتهم النهارده. الارسال مع نادي بتروجيت مع اللاعب احمد جلال من ناشئين نادي الجزيره ولاعب نادي السابق نادي الجيش ونادي سموحه ولاعب منتخب مصر. ارسال سبايك من احمد جلال، ارسال سبايك ولكن في الشبكه، في الشبكه يمكن كابتن محمد اللقاني حاطط ايده في وسطه كده مش عارف، يعني تضييع الارسالات كتيره جدا، يعني مش عارف يعمل ايه. يمكن هو منزل احمد على الارسال، احمد جلال وضيع الارسال برضه. الارسال مع حليم، تغيير طبعا كابتن محمد مصلح يطلع محمد عادل وينزل محمد عبد المحسن لعيب مركز ثلاثه، يمكن عايز يشرك اكبر عدد من اللعيبه ليطمئن على مستواهم البدني والفني. ارسال من محمد من عبد الحليم في مركز ستة عند مروان شوقي، كوره اعداد من مهاب لعمر الشريف في مركز ثلاثه، كوره سريعه كده في ضربه في اخر الملعب ناحيه مركز خمسه، كوره زي ما حضراتكم شايفين كده اعداد من مهاب لعمر الشريف مضروبه في ناحيه مركز خمسه، عبد الحليم ما قدرش يعمل لها اي حاجه وتصبح النتيجه 11 نادي بتروجيت 18 نادي الاهلي. الارسال مع اللاعب عمر الشريف، استقبال من لويجي، استقبال متوسط، كوره كده مسقطه ترجع للنادي الاهلي تاني، اعداد من عبد الله عبد السلام لاحمد صلاح، كوره حلوه قوي، يعني احمد عبد الله عبد السلام قلب الملعب، يعني هو كان ناحيه مركز اربعه قلب الملعب الناحيه التانيه خالص في مركز اتنين، كره مش متوقعه زي ما شفت كده، حماده عثمان ما لحقش يروح مع مروان، وطبعا كره سريعه جدا برسغ ايد احمد صلاح كده في الزاويه، نقطه للنادي الاهلي. طبعا تغيير حسام يوسف نزل وطلع مكان عبد الله عبد السلام، حسام يوسف نزل مكان عبد الله عبد السلام. ارسال مع احمد صلاح، ارسال سبايك قوي، استقبال من احمد جلال، اعداد في مركز اربعه عند مروان عاطف، بلوك من حسام يوسف، كوره لسه متداوله، كوره في مركز اربعه وكوره حائط صد حلوه قوي من حسام، يعني حسام ان هو صانع لعب ولعيب طويل وبلوكه كويس جدا، يعني قفل الزاويه على مروان كوره، يعني بلوك كده مونست بلوك زي ما بيقولوا كده، بلوك قوي جدا من حسام يوسف كده، من الكور الحلوه واللي يمتاز بيها حسام يوسف. طبعا كابتن محمد مصالح مركز، ارسال مع احمد صلاح، ارسال قوي جدا ناحيه باسل مصطفى، استقبال اعداد، كوره من حماده عثمان كده في اخر الملعب احمد عزب ما قدرش يلحقها، من حماده عثمان اعداد في مركز ثلاثه من مهاب، كوره كده في مركز ست في مركز ثلاثه لحماده عثمان، احمد عزم ما قدرش يعمل فيها حاجه، والواندر حاول ان هو يعمل عليها تراي بس ما قدرش. تغيير النادي بتروجيت، نزول احمد اللقاني تاني نزل على الارسال، وخروج عمر جبل وخروج مهاب، ورجوع طبعا احمد اللقاني ومحمد خطاب للملعب. ارسال مع احمد اللقاني بيلعب ارسال فلوتر موجه، مركز على الارسال، ارسال فلوتر من احمد اللقاني، ارسال موجه ناحيه لواندر الليبرو نادي الاهلي، كرة حلوة قوي من حسام، يعني طلع بإيد واحدة كده وراح قالب الكرة بإيده ناحية مركز أربعة، ما قدروش يعملوا له أي حاجة لعيبة نادي بتروجيت، يعني استقبال نموذجي، كرة إعداد من حسام حاول إن هو لعيبة نادي بتروجيت إن هم يلحقوها ما عرفوش، إذا كان حمادة عثمان أو مروان عاطف. الإرسال مع لويجي، إرسال سبايك، استقبال من باسل مصطفى، إعداد من أحمد الآني، كرة في مركز اتنين لمروان، كرة سهلة ديفنس من أحمد صلاح، كرة كده مسقطة من محسن، مروان عاطف ما قدرش يعمل أي حاجة لحائط الصد، لتصبح النتيجة 21 22 النادي الأهلي 12 نادي بتروجيت. يمكن الشوط ده فرق السكور كبر قوي عن الشوط الأولاني، يعني إن فرق 10 نقط ما بين النادي الأهلي ونادي بتروجيت. طبعا لعبة نادي بتروجيت مش في حالة أحمد اللقاني ومروان عاطف، إرسال من لويجي، إرسال سبايك، استقبال من مروان عاطف، إعداد من أحمد اللقاني في مركز ثلاثة، كرة حلوة قوي من حمادة عثمان بيقول أنا موجود أهو، كرة في مركز ثلاثة كده يلف بريست ايده ناحية مركز واحد ما قدرش يعمل لها أي حاجة أحمد صلاح في الديفنس، كرة لافف بريست ايده حمادة عثمان، يمكن حمادة عثمان أطول لاعب في الملعب، طوله 2 متر 15 أو 2 متر 14، ولاعب ناشئين النادي الأهلي. على الإرسال مروان عاطف، إرسال سبايك، استقبال ضعيف من لويجي، إعداد من لواندر من ناحية مركز واحد لأحمد صلاح، كرة حلوة قوي على التاتش بلوك طلعها مروان ديفنس، اعداد من باسل مصطفى، الكوره هترجع سهل للملعب النادي الاهلي، كوره اعداد من حسام للمحسن بس الكوره قصيره قوي، حماده عثمان ومحمد خطاب دبل بلوك خدوا الكوره من محمد محسن، زي ما حضرتك شايفين الكوره كانت مش مرتاحه قوي لمحمد محسن من حسام، قدر النادي بتروجيت ياخد كوره بلوك. على الارسال مروان عاطف، ارسال سبايك، استقبال من لواندر،
اداه حسام، كره لاحمد صلاح كده بس كره مش مرتاحه من حسام، يحاول يسقطها كده في ملعب نادي بتروجيت، ولكن حماده عثمان قاريها وخدها بلوك كده. بص زي ما حضرتك شايفين حاول احمد صلاح كده يعديها بليس في نص الملعب بتاع نادي بتروجيت، بس بفضل طول طبعا حماده عثمان قدر ان هو ياخد الكره بلوك. حسام يوسف اهو بيقول لهم الفنت الجاي، ارسال من مروان ولكن ارسال في الشبكه، ارسال من نادي بتروجيت في الشبكه، فتصبح النتيجه 23 15 للنادي الاهلي في الشوط الثاني. الارسال مع النادي الاهلي لعيب مركز ثلاثه محمد عبد المحسن، ارساله فلوتر كابتن ميدو كده قاعد بيفكر مع كابتن تامر هيعمل ايه في الشوط القادم. ارسال موجه على احمد جلال، اعداد في مركز اثنين لمحمد خطاب، كوره على الخط كده بس محمد محسن مش واقف صح، كوره كده على الخط لف بريست ايده محمد خطاب، لقى ان البلوكات قافله الزاويه كويس قوي من النادي الاهلي، فلف بريست ايده كده بذكاء على الخط، محمد عبد المحسن ما قدرش يعمل اي حاجه. على الارسال حماده عثمان لاعب مركز ثلاثه نادي بتروجيت، ارسال فلوتر موجه ناحيه احمد عزب، استقبال اعداد في مركز واحد لاحمد صلاح، بلوك من نادي بتروجيت، اعداد مره ثانيه، كوره حلوه قوي من حسام، يعني كوره اوت اوف سيستم كده من نص الملعب، حسام كده بذكاء اللعيبه كلها فاكره في نادي بتروجيت الكره هيرفعها في مركز اربعه لاحمد عزب وكلهم واقفين لاحمد عزب، الكره اترفعت لمحمد لحليم في مركز ثلاثه كده اوت اوف سيستم، قدر يخلصها بريست ايده ناحيه مركز واحد، يعني كره مفاجاه للاعيبه نادي بتروجيت. على الارسال حسام يوسف، سال سبايك، استقبال متوسط من باسل مصطفى، اعداد في مركز اربعه لاحمد جلال، بلوك من حليم، كفر من باسل مصطفى، اعداد في مركز اثنين، كوره برضو على التاتش بلوك لعيبه محمد خطاب، يمكن محمد خطاب بقى له كورتين ثلاثه كده بيلعب بالذكاء اكتر من القوه، بيعتمد على الذكاء، لقى ان احمد عزب قافل له الزاويه كويس قوي، راح لافف بريست ايده كده على التاتش لاين والكوره خارج الملعب. نتيجه 17 نادي بتروجيت 24 نادي الاهلي. اخر نقطه في الشوط الثاني، على الارسال محمد خطاب بيلعب ارسال سبايك لاعب المركز اثنين نادي بتروجيت، ارسال سبايك مع محمد خطاب، استقبال من احمد عزب، اعداد من حسام يوسف في مركز اثنين لاحمد عزب، كوره حلوه قوي من احمد عزب كده على التاتش بلوك يجيب النقطه رقم 25 للنادي الاهلي وياخد الشوط الثاني النادي الاهلي 25 17 لتصبح النتيجه 2 0 للنادي الاهلي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده الملعب بيبدلوا الملعب بين كل شوط وشوط. هنطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم في الشوط الثالث ان شاء الله. ازيك يا ميسي وسعيد؟ نرجع لمجريات الشوط الثالث من مباراه النادي الاهلي ونادي بتروجيت. زي ما حضراتكم عارفين طبعا الشوط الاولاني خلص 25 19 للنادي الاهلي، الشوط الثاني 25 17 للنادي الاهلي. طبعا دي المباراه الختاميه من الدور التمهيدي لدوري مرتبط للكره الطايره رجال، يمكن السنه دي اول مره يطبق نظام دوري مرتبط في الكره الطايره. طبعا ده نظام جديد طبعا عشان يقوي قطاع الناشئين ويكون نواه للفريق الاول للانديه. زي ما حضراتكم شايفين الشوط الثالث هيبدا، يمكن كابتن محمد مصلحي هيبدا الشوط الثالث بحسام يوسف زي ما حضراتكم شايفين كده صانع العاب، وشايفين يعني زياد اسامه لعيب مركز اثنين الناشئ الصاعد، يعني ان شاء الله يكون نواه كده وخليفه كابتن احمد صلاح لعيب مركز اثنين، واحمد سعيد الفضل الطائر كده للنادي الاهلي واللعيب اللي بيمتاز بالارتقاء العالي زي ما حضراتكم شايفينه على الشاشه، احمد سعيد نزل الملعب. نادي بتروجيت بدا الشوط الثالث عمل تغيير بخروج احمد اللقاني صانع الالعاب ونزل كريم فرج. كريم فرج صانع العاب نادي بتروجيت، يمكن كريم فرج لعيب ناشئ في نادي الزمالك ولعب فتره في النادي الاهلي. كريم فرج كان لعيب سابق في النادي الاهلي. وهنبدا الشوط الثالث ان شاء الله. على الارسال حسام يوسف صانع العاب النادي الاهلي، ارسال سبايك من حسام يوسف، ارسال داخل الملعب نقطة مباشرة من حسام يوسف ناحية باسل مصطفى كده ما قدرش يعمل لها أي حاجة، إرسال موجه ناحية مركز واحد يمكن باسل وقف يتفرج عليها، إرسال موجه كده بريست إيده في آخر الملعب كده من حسام يوسف ناحية مركز واحد، إرسال حلو من حسام يوسف، إرسال نقطة مباشرة، إرسال سبايك مع حسام يوسف، إرسال استقبال من أحمد جلال، إعداد في مركز ثلاثة حمادة عثمان كده كرة ديفنس، إعداد في مركز اثنين لزياد أسامة،
كوره في مركز اربعه لكليفن، كوره حائط صد حكايه. عبد الرحمن سعودي، عبد الرحمن سعودي لسه نازل الشوط الثاني الثالث اهو، اول كوره في الشوط بلوك كده يعني نموذج، نموذج من عبد الرحمن عبد الرحمن سعودي، هو وزياد اسامه. الارسال مع حسام يوسف، ارسال سبايك على كليفن في مركز اربعه، اعداد لحماده، بلوك حكايه، بلوك نموذجي من عبد الرحمن سعودي. يمكن عبد الرحمن سعودي في اول ثلاث نقط بلوكين ورا بعض، يمكن عبد الرحمن سعودي يمتاز بالطول والبلوكات العاليه، يمكن هو مركز جدا مع حماده عثمان، خد بلوك من مركز ثلاثه. ارسال مع حسام يوسف، ثالث باك، استقبال من احمد جلال، اعداد في مركز واحد لمحمد خطاب، كره مش كويسه يعديها سهله، اعداد من حسام يوسف في مركز اربعه لاحمد عزب، بريست ايده كده ترجع للنادي الاهلي، حسام يوسف يرفعها في مركز اثنين لزياد اسامه، كوره بريست ايده كده، كوره حلوه قوي من حسام، يعني تراي حلو قوي من حسام كده في اخر الملعب ناحيه مركز سته بعد ما عمل اعداد لزياد اسامه، ولكن سوء تفاهم في نص الملعب كده ما قدروش ان هم يطلعوا الكوره. احمد سعيد كده بيسلم على حسام يوسف، يعني كره مضروبه من زياد اسامه، حائط صد من نادي بتروجيت، يمكن عمل كده كفر كده حسام يوسف في مركز سته بس ما لحقش الكوره. احمد عزب، ارسال من نادي بتروجيت، اعداد من حسام يوسف لاحمد سعيد، كوره حلوه قوي في مركز اثنين لاحمد سعيد، يضربها كده بريست ايده في الزاويه، ما يقدرش يعمل لها اي حاجه ديفنس نادي بتروجيت. كوره في مركز اثنين كده من حسام يوسف لاحمد سعيد، وقف في الهواء كده، لاعب كليفن لاعب نادي بتروجيت وحماده عثمان ما لحقش يضم معاه في الزاويه. ارسال مع احمد سعيد، ارسال سبايك من احمد سعيد، ولكن في الشبكه من احمد سعيد. نتيجه 2 نادي بتروجيت 4 النادي الاهلي في مجريات الشوط الثالث. يمكن حسام واقف اهو على الشبكه مركز، وزياد اسامه معاه، وعبد الرحمن عبد الرحمن سعودي بيقول لهم على التنت. الارسال لسبايك مع لاعب كليفن لاعب محترف نادي بتروجيت، ارسال سبايك، استقبال من احمد عزب، اعداد في مركز اربعه لاحمد عزب، حائط صد حلو قوي بصراحه من محمد خطاب، يمكن محمد خطاب خد خطوه برجله كده وقفل له الزاويه، كره يعني بلوك نموذجي من محمد خطاب، يعني اراه قال له مش هتعدي المره دي، يعني انت الشوط الثاني ضربت ثلاث كور على الخط مني ما عرفتش اخد منك بلوك، فوقف له صح وخد منه بلوك. الارسال مع لاعب كليفن لاعب نادي بتروجيت على الشاشه، كابتن محمد الان وكابتن ميدو قدام بعض، استقبال من لواندر، اعداد في مركز سته ما فيهاش تفاهم كده من احمد سعيد، اعداد من كريم فرج، كوره في مركز ثلاثه لحماده عثمان. يمكن نادي بتروجيت بادئ الشوط الثالث بشكل كويس، ويمكن قادر ان هو يشغل حماده عثمان بشكل كبير جدا من نص الملعب، الرفع السريع، ان هو في الشوط الاول والثاني بارسالات النادي الاهلي القويه كان بيلعب كور عاليه كتير، كان بلوكات النادي الاهلي قادره ان هي تستحوذ على كم كبير جدا من البلوكات. ارسال من لاعب كليفن ولكن خارج الملعب، يعني موضوع صعب قوي في نادي بتروجيت، موضوع الارسالات، ارسالات كتير قوي ضايعه من نادي بتروجيت النهارده. خروج اللاعب لواندر المحترف الكوبي، يمكن النهارده البطاقه الدوليه اول مره توصل للاعب لواندر ويشارك النهارده في اول مباراه رسميه ليه مع النادي الاهلي. الارسال مع عبد الرحمن سعودي لاعب مركز ثلاثه من النادي الاهلي، ارسال فلوتر كده من مركز خمسه، استقبال متوسط من مروان شوقي، كره هتعدي سهله، ديفنس من حسام يوسف، احمد سعيد كده يعلي الكوره ناحيه مركز واحد لزياد اسامه يعديها بريست ايده كده في اخر الملعب، اعداد من كريم فرج في مركز اربعه لاحمد جلال، الكوره كده بريست ايده كده على التاتش بلوك، الكوره كانت مرفوعه مش على الشبكه ورا شويه كده، فحاول يضمنها فلعبها بريست ايده كده على التاتش بلوك، فقدر يجيب نقطه لنادي بتروجيت. النتيجه 5-5 في الشوط الثالث. الارسال مع نادي بتروجيت مع حماده عثمان بيلعب الارسال كده من مركز خمسه، ارسال فلوتر، ارسال في نص الملعب، استقبال من احمد عزب كويس، كوره في مركز اثنين حلو قوي لزياد اسامه، لعبها على التاتش بلوك، يعني لعيب واعد، لعيب ليه مستقبل كبير قوي زياد اسامه ده، زياد اسامه ده هيكون ان شاء الله خليفه الكابتن احمد صلاح، لعيب اعصر بيلعب بايده الشمال، كوره كده على التاتش بلوك مع احمد جلال ما قدرش يعمل لها اي حاجه. على الارسال زياد اسامه بيلعب ارسال سبايك من ناحيه مركز خمسه، ارسال بريست ايده كده، استقبال من باسل مصطفى، اعداد من كريم فرج، كوره في مركز اربعه كده لاحمد جلال، لكن زياد يقدر يعمل لها ديفنس، كوره معديه في ملعب نادي بتروجيت، اعداد من كريم فرج، وكوره ضرب من عمر الشريف، اعداد في مركز اربعه لاحمد عزب، كوره كده حلوه قوي من احمد عزب، يمكن احمد عزب ما لحقش يرجع، راح لعب الكوره كده على التاتش بلوك، الكوره كانت مش مرتاحه لاحمد عزب،
فبذكاء جدا من يعني احمد عزب بصراحه لعيب ذكي، يعني غير ان هو يمتاز بالطول لعيب ذكي، يعني الكره كانت مزنوقه جدا لعيبه على التاتش بلوك. نتيجه 7-5 للنادي الاهلي، والارسال ما زال مع زياد اسامه بيلعب ارسال سبايك، لعيب اشول بيلعب ارسال سبايك طويل كده ناحيه مركز 5 على احمد جلال، كره اعداد في مركز 6 اللاعب كليفن، كره فينس كويس قوي من زياد اسامه، كره كده متداوله، كره في نص الملعب كده ما قدرناش نعمل لها اي حاجه، بريست ايده كده عمر شريف يحطها بليس في نص ملعب النادي الاهلي. نتيجه 6 نادي بتروجيت 7 النادي الاهلي. يمكن بتروجيت الشوط ده يمكن احسن من الشوط الاول والثاني. الارسال محمد خطاب لاعب مركز 2 نادي بتروجيت على الارسال، بيلعب ارسال سبايك، بيلعب ارسال سبايك جامد، ارسال جامد ناحيه لواندر، استقبال كويس من لواندر، كوره حلوه قوي من حسام، يمكن حسام كده لقى الكوره رايحه ناحيه مركز 2 كده راح حاططها بليس في نص ملعب نادي بتروجيت، ما قدروش ان هم يعملوا له حاجه ما توقعهاش. يمكن كريم فرج بيتكلم مع كابتن محمد اللقاني يقول له يا كابتن اعمل ايه، يعني الكوره ما بص ما قدرتش يعمل اي حاجه، راح للكوره بس ما لحقش، كوره في نص الملعب، يمكن محمد خطاب باخر شويه كان المفروض يطلع قدام شويه يطلعها. الارسال احمد عزب بيلعب ارسال سبايك كده من ناحيه مركز 1، احمد جلال اهو في الصوره بيركز على الاستقبال، ارسال ناحيه باسم مصطفى استقبال كويس، كره اعداد في مركز 3، كوره حلوه قوي من محمد محسن، يمكن محمد محسن كده خد خطوه برجله اليمين كده وقفل الزاويه لعمر شريف، قال له لا المره دي مش هتعدي، الكره اللي فاتت حطيتها اسقاط من فوقيه المره دي مش هتعدي. بلوك كده من محمد محسن كويس جدا. الارسال مع احمد عزب، كابتن ميدو اهو بيتكلم مع كابتن تايمر تايجر وكابتن محمود جمعه، ارسال من احمد عزب ارسال سبايك ولكن خارج الملعب. نتيجه 7 نادي بتروجيت 9 النادي الاهلي. تركيز من محمد محسن عبد المحسن على الارسال، احمد جلال لاعب مركز 4، لاعب مركز 4 احمد جلال رقم 10، تركيز كبير قوي من حسام، هنشوف الكره الجايه حسام هيعمل فيها ايه. ارسال سبايك من احمد جلال ولكن ارسال خارج الملعب، يعني التركيز في ملعب بتروجيت بينتهي بسرعه جدا، يعني يركزوا كورتين ثلاثه والرابعه تضيع، يعني ارسالات ضايعه كتير قوي من نادي بتروجيت. يمكن كابتن محمد مصالح بيقول لمحمد محسن كده تعالى ناحيه مركز 5 وبيقول له وجه الارسال فين، محمد محسن اهو على الارسال، كابتن ميدو بيقول له وجه الارسال فين، فعلا بيوجه الارسال ناحيه احمد جلال في مركز 1، اعداد في مركز 4 على التاتش بلوك، على التاتش بلوك لاعب كليفن كده لقى عبد الرحمن سعودي وحسام يوسف كده الاثنين فوق الاثنين متر، كوره كده اترفعت له لقى البلوك قافل الزاويه قوي لاعب على التاتش بلوك. يعني زي ما حضرتك شايفين النقطه اللي فاتت كابتن محمد مصلحي قال لمحمد عبد المحسن غير مكان ارسالك عشان يلعب ارسال على خط اللاعب احمد جلال، يلعبه على الارسال الصوابع يكون الاستقبال ضعيف. الارسال مع اللاعب عمر شريف لاعب مركز 3 نادي بتروجيت، ارسال فلوتر، استقبال من احمد عزب، اعداد من لواندر في مركز 4 لاحمد سعيد، بلوك من نادي بتروجيت، كره هتعدي سهله في ملعب نادي بتروجيت، عمر الشريف كره يطلعها، اعداد من كليم فرج، كره لحماده عثمان كده كره وراه فتح ريست ايده قوي، كره خارج الملعب. يمكن كريم فرج بيقول له يعني الكره مرفوعه لك كويس، يعني حطها في الملعب بس. زي ما حضرتك شايفين كره مرفوعه لحماده عثمان فتح ريست ايده قوي ناحيه مركز 5، الكره خارج الملعب. الارسال مع حسام يوسف، كليفن واقف اهو، يمكن النادي الاهلي تركيزه كله على اللاعب مركز 4 محترف بتاع نادي بتروجيت، استقبال من لاعب محمد خطاب، كوره ديفنس حلو قوي من لواندر، كوره من احمد عزبي رجعها احمد سعيد في الملعب، كوره تشانس كده سهله النادي بتروجيت يطلعها بس لمصطفى، اعداد في مركز 6 لاحمد جلال، كوره حلوه قوي من نادي بتروجيت كده، يمكن احلى كوره اتعملت من نادي بتروجيت في المباراه، الكوره جت شانس كده في ملعب بتروجيت طلعها باسل مصطفى، اعداد من كريم فرج في مركز 6 لاحمد جلال كده اللي دخل لقى الشبكه قدامه فاضيه خلخال الدفاعات وبلوكات النادي الاهلي، شاط الكوره بارتياح جدا ناحيه مركز 6 كده في اخر الملعب. الارسال مع كريم فرج بيلعب ارسال فلوتر موجه لواندر ليبرو النادي الاهلي، اعداد بجر كده من حسام، كوره حلوه قوي لاحمد سعيد كده لقى ان باسل مصطفى قدم كده من ناحيه مركز 5 ومركز 6 فضي راح حاطط كوره بليس في اخر الملعب. يمكن دي الفروقات اللي ما بين اللعيبه، يعني اللعيب لازم لما يكون طالع يضرب الكوره مش ضرب بس، مش كله حاجه قوه، لما يلاقي ان في ثغره في الملعب الناحيه الثانيه ممكن يحط كوره برزق ايده كده او بليس في نص الملعب النقطه هتخلص بسهوله. نتيجه 12 نادي الاهلي 9 نادي بتروجيت، على الارسال احمد سعيد ارسال سبايك، يلعب ارسال سبايك استقبال من كليفن، اعداد في مركز 4 لمحمد خطاب، بلوك سنجل كده من زياد اسامه ولكن كفر من نادي بتروجيت، كره هترجع سهله للنادي الاهلي ولكن
كوره كده محمد خطاب حاول ان هو يحطها بليس في ملعب النادي الاهلي، ولكن زياد اسامه مدخل ايده كويس قوي والتايمنج بتاعه مظبوط، قدر ان ياخد الكوره من محمد خطاب. يعني زي ما حضرتك شايفين الكوره كده مزنوقه من محمد خطاب عايز يعديها سهله في الملعب، ولكن زياد اسامه ايديه جوه مظبوطه جدا قدر ان هو ياخد الكوره بلوك. يعني لعيب حماسي، لعيب ليه مستقبل زياد اسامه، ان شاء الله يكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي في السنوات القادمه. يمكن كابتن محمد مصلح اهو بيدي التعليمات، وكابتن تامر تايجر ماسك اللابتوب اهو بيقول لهم الاحصائيات بتاعت كل لعيب ونقط القوه والضعف والحاجات اللي احنا محتاجين نركز عليها. وكابتن محمد اللقاني واقف كده مش عاجبه اداء نادي بتروجيت، وكابتن اسلام عثمان هو بيوجه اللعيبه. يمكن لعيبه بتروجيت النهارده مش في حالتها، يعني هم اكيد عندهم اكتر من كده، يمكن خساره ماتش نادي الترسانه برده اثر عليهم بالسلب. فخلينا نشوف مجريات الشوط الثالث هيحصل فيها ايه. الارسال مع احمد سعيد، ارسال سبايك استقبال من باسل مصطفى، كريم فرج كده اتلخبط مع محمد خطاب بيقول له انت دخلت على الكوره ووقفت فانت لخبطتني، يعني شده كده في الملعب ما بين الاثنين لعيبه اتلخبطوا والاثنين دخلوا على الكوره. سواء كابتن محمد اللقاني يعني هو بيبص كده مش عارف يقول لهم ايه. تركيز حسام يوسف هو بيوجه احمد عزب بيقول له كرة الفنت، ارسال قوي من احمد سعيد، ارسال جامد جدا ناحيه اللاعب كليفن، نقطه مباشره للنادي الاهلي. يمكن اللاعب كليفن اللاعب المحترف نادي بتروجيت يعني نقطه ضعف عنده الاستقبال عنده مش جيد قوي، يمكن وقادرين النادي الاهلي بالارسالات القويه ان هم يضغطوا عليه جدا في الاستقبال فبيطلعها يعني بره التركيز او بره الكنترول بتاعه، فالاستقبال عنده بيضعف وبالتالي الضرب عنده بيضعف برضه. ارسال سبايك من احمد سعيد، يعني حب يلعب ارسال كده بريسك جامد شويه لكن الارسال في الشبكه. يمكن لعيبه بتروجيت واقفين في نص الملعب كده بيتكلموا بيحاولوا يصحصحوا نفسهم شويه. كريم فرج اهو بيشجع زمايله، ومحمد خطاب اهو باسل مصطفى على الارسال، لاعب رقم 23 لاعب كليفن لاعب نادي بتروجيت بيلعب ارسال سبايك. كابتن محمد اللقاني شكله هيعمل تغيير تاني، ارسال سبايك احمد عزب استقبال، كوره حلوه قوي من احمد سعيد، ولكن كوره كده اسقاط من حماده عثمان. يمكن الصوره جايه ما بين كابتن محمد مصلح وكابتن محمد اللقاني الاثنين بيوجهوا فرقتهم، يمكن كابتن محمد اللقاني باين على وشه ان هو عدم رضاه على اداء فريقه، كابتن محمد مصلح الناحيه الثانيه هو مركز قوي وبيوجه بيدي التعليمات لفرقته. الارسال مازال مع كليفن والنتيجه 11 نادي بتروجيت 15 النادي الاهلي في مباراه الشوط الثالث. ارسال سبايك استقبال من لواندر كويس، اعداد في مركز 2 لزياد اسامه، كوره حلوه قوي من زياد ما شاء الله عليك يا زياد. يمكن حسام يوسف عنده ثقه كبيره جدا في زياد ان هو اي كوره حتى لو اوت اوف سيستم كوره بايظه بنص الملعب هيديها له، عارف ان زياد امكانياته كبيره جدا يقدر يخلص الكوره. ما شاء الله عليك يا زياد. يمكن زياد لعيب فريق 19 سنه بالنادي الاهلي، يعني لعيب لسه عنده 18 سنه وبيلعب في الفريق الاول في النادي الاهلي بقاله اكتر من 3 سنين. الارسال مع عبد الرحمن سعودي، ارسال من مركز 5 كده موجه ناحيه احمد جلال في مركز 4، اعداد في مركز 2 لمحمد خطاب، ديفنس كويس قوي من عبد الرحمن سعودي، الكره هتعدي في ملعب نادي بتروجيت، ديفنس من كريم فرج، اعداد كره وحشه قوي، ولكن كابتن وليد الخشم بيحسب لمس شبكه على اللاعب احمد عزب من النادي الاهلي. يمكن محمد عبد المحسن بيقول انا ما جبتش الشبكه، لكن احمد كابتن وليد الخشم بيقول ان الكره شبكه على احمد عزب. زي ما حضراتكم شايفين في الصوره كابتن وليد الخشن الحكم الدولي الحكم الثاني بيقول ان الكره شبكه على احمد عزب. تغيير نادي بتروجيت بخروج حماده عثمان ونزول مروان عاطف، طبعا مروان عاطف نزل على الارسال عشان ارساله اقوى من حماده عثمان. يمكن الكره اهو شبكه باينه اهو باينه على احمد عزب ان الكره شبكه. كابتن وليد الخشن هو اللي خد باله منها الحكم الثاني. تايم اوت كده كابتن محمد مصلحي خده علشان خاطر احمد عزب كره خبطت في صباعه، فكابتن محمد مصلحي خد تايم اوت عشان دكتور سامح ظلام بس يطمئن على صباع احمد عزب. بسيطه يا احمد. زي ما قلت لحضراتكم كابتن محمد اللقاني عمل تغيير بخروج حماده عثمان لعيب مركز 3 ونزول مروان عاطف لعيب مركز 4 عشان يكون ارسال، والنتيجه زي ما حضرتك شايفينها 16 نادي الاهلي 12 نادي بتروجيت على الارسال. مروان عاطف بيلعب ارسال سبايك من مروان عاطف ولكن في الشبكه. يمكن كابتن محمد اللقاني منزل مروان مخصوص عشان الارسال عشان يلعب ارسال جامد، ولكن يعني ضايع الارسال برضه، يعني كابتن محمد اللقاني نزل على الارسال وضايع الارسال. على الارسال زياد اسامه، تركيز شديد من زياد اسامه، ارسال سبايك قوي ناحية باسل مصطفى، استقبال كويس من باسل مصطفى، اعداد كريم فرج، كورة في مركز 4 لأحمد جلال، سنجل بلوك،
يعني سنجل بلوك من حسام يوسف، يمكن محمد عبد المحسن كده طلع مع السريع، ولكن حسام يوسف كده وقف صح وخد الكره بلوك، يعني قال لمحمد عبد المحسن حتى لو انت ما ضمتش معايا انا هقدر اخد الكره سنجل بلوك لوحدي. وحماس باين على لعيبه النادي الاهلي. تايم اوت طلبه كابتن محمد اللقاني طبعا علشان خاطر السكور فرق كبير جدا ما بين النادي الاهلي ونادي بتروجيت، يعني 18 12 في مجريات الشوط الثالث. يمكن كابتن محمد اللقاني مش عاجبه الاداء بتاع نادي بتروجيت، عندهم اكيد اكتر من كده وافضل من كده، فاكيد اداؤه يعني اداء الفريق مش احسن حاجه بالنسبه لكابتن محمد اللقاني. وطبعا كابتن محمد مصطفى واقف على الخط، وكابتن تامر تايجر بيوجهوا اللعيبه دايما في التايم اوت. كابتن تغريد الحكم الاول، ارسال مع نادي الاهلي مع اللاعب زياد اسامه لاعب مركز 2 بيلعب ارسال كده من ناحيه مركز 5. احمد جلال اللي اهو في الصوره، ارسال ناحيه كليفن زي ما بقول لحضراتكم، يعني كليفن من يعني نقطه ضعف في نادي بتروجيت الاستقبال، يمكن اكتر من نقطه مباشره من الارسال من النادي الاهلي ناحيه لاعب كليفن المحترف في نادي بتروجيت بنقطه مباشره النادي الاهلي، يعني ارسال صاحق من زياد اسامه بنقطه مباشره ناحيه لاعب كليفن في مركز 6. تركيز على البلوك من النادي الاهلي، ما زال الارسال مع زياد اسامه، ارسال سبايك، ارسال جامد قوي، استقبال ضعيف من كليفن، كره هتعدي سهله ملعب النادي الاهلي، بلوك من النادي الاهلي، كره مسقطه كده من محمد خطاب، اعداد محمد عبد المحسن لحسام يوسف، ضرب من حسام يوسف، كره راجعه في ملعب النادي الاهلي سهله، اعداد من حسام يوسف لاحمد عزب يحط كده كره مسقطه، ولكن محمد خطاب ياخدها، الكره في مركز واحد لزياد اسامه، ولكن زياد اسامه ما كانش مستعد للكره الاستعداد الكافي فضربها كده بره الملعب. يمكن زياد ما كانش وضع جسمه مظبوط لضرب الكره، فالكره طلعت منه خارج الملعب. يمكن تغيير كابتن محمد اللقاني عمله بخروج محمد خطاب ونزول مهاب، وخروج كريم فرج ونزول مروان الصافي علشان يقوي حائط الصد من ناحيه مروان، والضرب الصاحب على الشبكه من مروان الصافي، ومهاب ارساله السبايك قوي. هل التغيير هتاتي بثمارها ولا الارسال هيضيع؟ هنشوف. ارسال مهاب، ارسال سبايك، استقبال ضعيف من احمد سعيد، كره هتعدي سهله في ملعب نادي بتروجيت، استقبال من باسل مصطفى، اعداد في مركز 6 لكليفن، يا نهار ابيض، كره تاتش بلوك، يعني الكره ضربها بره الملعب لاعب كليفن، بس طبعا يعني من حسن حظه ان الكره جت تاتش بلوك، يعني فتح ريست ايده قوي، كره اوت منه، لكن تاتش بلوك على محمد عبد المحسن. النتيجه 14 نادي بتروجيت 19 النادي الاهلي في الشوط الثالث. الارسال مازال مع مهاب صانع العاب نادي بتروجيت، بيلعب ارسال سبايك، تركيز من النادي الاهلي، استقبال من لواندر، اعداد في مركز 4 من حسام، كوره بلوك كده من نادي بتروجيت، ولكن ترجع ملعب النادي الاهلي ثاني، ضرب من احمد عزب كده في اخر الملعب على التاتش بلوك يطلعها كليفن، اعداد من باسل مصطفى لمروان الصافي، يحاول يحط الكوره صوابع كده ما عرفوش يعملوا لها اي حاجه لعيبه بتروجيت كده بيبصوا لبعض، كوره كده احمد عزب كده خدها من فوق كده اصطادها من فوق، يعني مروان حاول يعدي الكوره صوابع خدها منه بلوك احمد عزب، عمر شريف حاول يطلع الكوره على سن الشبكه كده، راح احمد عزب بريست ايده كده في ملعب نادي بتروجيت ما قدروش يعملوا لها اي حاجه. خروج احمد عزب، تغيير النادي الاهلي، خروج احمد عزب ورجوع عبد الرحمن حسيني لاعب مركز 4 ثاني على الارسال. يمكن احمد عزب كده كابتن محمد مصلح يطلعه عشان يطمئن على صباعه، كابتن محمد بيطمئن عليه مع دكتور سامح ظلام. سال عبد الرحمن الحسيني سبايك، سال حلو قوي من عبد الرحمن، يعني هنفضل نقول عبد الرحمن الحسيني لعيب ذكي، لعيب ذكي، لعيب لسه نازل الملعب مش هيلعب ارسال جامد، يعني قال هلعب ارسال الاولاني كده بريست ده في الملعب وبعد كده القوه هتيجي بعد كده، ارسال كده بريست ايده في نص ملعب نادي بتروجيت، ارسال ذكي جدا، بتصبح النتيجه 21 14 للنادي الاهلي في الشوط الثالث. ارسال ثاني مع عبد الرحمن الحسيني، ارسال سبايك، بيلعب ارسال سبايك فلوتر كده ولكن في الشبكه، يعني حاول كده يخدع لعيبه نادي بتروجيت يلعب ارسال سبايك فلوتر كده قصير كده ناحيه مركز 4 ولكن الكره تيجي في الشبكه. نتيجه 15 نادي بتروجيت 21 نادي الاهلي. الارسال مع لعيب مركز 4 احمد جلال، بيلعب ارسال سبايك، احمد جلال مركز على الارسال، بيلعب ارسال صاحب قوي، ارسال سبايك، استقبال من لواندر، اعداد حسام يوسف في مركز 4 لاحمد سعيد، كوره كده معديه سهله نادي بتروجيت، اعداد في مركز 4 لكليفن يحطها سكوت يطلعها محمد محسن، حسام يوسف اعداد في مركز 4 لاحمد سعيد، كوره بريست ايده كده حلوه قوي،
يعني كره خارج تشريح جسمه خالص احمد سعيد كده، وقف في الهواء وبريست ايده كده الناحيه الثانيه خالص ناحيه مركز خمسه كده، كره مش متوقعه خالص يعني زي ما حضرتك شايفين طلع ولف بريست ايده ناحيه مركز خمسه كده، بس المصطفى ما قدرش يعمل لها اي حاجه. كره حلوه قوي من احمد سعيد. الارسال مع النادي الاهلي واقفين اهو البلوك، النادي الاهلي واقفين مع لعيبه نادي بتروجيت. ارسال من محمد عبد المحسن، ارسال فلوتر ارسال ناحيه احمد جلال في مركز واحد، اعداد في مركز ثلاثه لعمر الشريف، كره من مسقطه في ملعب النادي الاهلي، اعداد من عبد الرحمن الحسين لاحمد سعيد في مركز اربعه. كوره يعني فوق، كوره من فوق البلوك، كوره زي ما بيقولوا كده اوفر كده من فوق البلوك. يمكن لعيبه بتروجيت بتعترض على الحكم اللاين مان، بتقول لهم ان بيقولوا له ان الكوره اوت، ولكن الحكم قريبه من الكوره، كوره انسلايد في ملعب نادي بتروجيت. يمكن كابتن تغريده ايه بتجيب الحكم، الحكم الرايه بتسالها بتقول لها كرة اوت ولا انسايد، فهي بتقول لها طبعا انا قريبه من الكوره، فالكوره هي حسبتها في ملعب نادي بتروجيت. ما زال الكابتن تغريد كده بتشوف مع الحكم الرايه اذا كانت كره في الملعب ولا خارج الملعب، يعني اذا كره حسبتها اوت كره اوت وتصبح الكره لنادي بتروجيت. يعني كان احنا كنا شايفينها في الملعب، ولكن كابتن تغريد لا، كابتن تغريد ليها راي ثاني حسبتها، هي بتقول انا المسؤول عن الكره. كره اوت، كرة اوت من احمد سعيد، تغيير خروج مروان ونزول حماده عثمان على حائط الصد، عشان طبعا حماده عثمان فرق الطول طبعا لحماده عثمان. على الارسال عمر شريف لعيب مركز ثلاثه لاعب بتروجيت، نتيجه 22 نادي الاهلي 16 بتروجيت. ارسال فلوتر كده موجه، استقبال من عبد الرحمن الحسيني، اعداد من حسام يوسف في مركز واحد لزياد اسامه، يحط الكوره كده الله عليك يا زياد، يعني الكرة طلع كده لقى عمر شريف كده واقف على اللاين مؤخر خالص كده بعد ما لعب الارسال، ما دخلش جوه الملعب، راح حاططها له سكوت كده في ناحيه مركز خمسه كده، كرة بريست ايده كده، نقطه سهله جدا للنادي الاهلي. يمكن زياد طلع كده لقى ان عمر الشريف مؤخر خالص في اخر مركز خمسه، راح حاططها له سكوت كده في نص في الملعب في مركز خمسه. سهل سبايك من حسام يوسف، استقبال من باسل مصطفى، اعداد من مهاب، كرة معديه سهله للنادي الاهلي، عبد الرحمن الحسيني اعداد للزياد، يحط كرة ديفنس من باسل مصطفى، كرة بلوك حلوة قوي 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 من عبد الرحمن سعودي اهو زياد اسامة. يمكن بيبتسم اهو عبد الرحمن سعودي، يمكن عبد الرحمن سعودي واخد في الجيم ده لوحده أربع بلوكات. عبد الرحمن سعودي يمتاز بحائط الصد العالي. أربع بلوكات لعبد الرحمن سعودي في الجيم ده، نقطة 24 16 النادي الأهلي، نقطة المباراة، نقطة الشوط ونقطة المباراة، الشوط الثالث والمباراة والمباراة. إرسال قوي من حسام يوسف، استقبال ضعيف من نادي بتروجيت، ونقطة مباشرة من الإرسال. يمكن لعيبة بتروجيت كده اتلخبطوا ودخلوا على بعض، وتنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي 3-0، 25 19 25 17 25 16. مبروك للنادي الأهلي الفوز في المباراة الختامية للدوري التمهيدي لدوري مرتبط بنتيجة 3-0 على نادي بتروجيت. شكرا لحضراتكم.